بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طلابي أبنائي طلاب الصف الأول الثانوي من مدرسة أجيال الخارجة الثانوية بنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أحمد عبد السلام معلم الفيزياء. يسرنا اليوم أن نتكلم عن الفصل الخامس في كتاب الفيزياء القوة في بعدين. في هذا الفصل سنتكلم عن تمثيل الكميات المتجهة بالرسم والتخطيط والتحليل المتعامد، استعمال قوانين نيوتن في تحليل الحركة في وجود الاحتكاك، استعمال قوانين نيوتن وما تعلمته عن المتجهات في تحليل الحركة. أولا المتجهات. سبق أن احنا قمنا بتجربة بسيطة أن شخصين منا قاما بدفع طاولة. الطاولة دي كل واحد منا دفع الطاولة بمقدار 40 نيوتن زي ما احنا شايفين في الرسمة في صفحة 132. شبابنا اهي عندي رسمة، هي قوتين، كل مقدار كل واحدة منهم 40 نيوتن، والقوتين في اتجاه واحد بيؤثر على جسم واحد وهو الطاولة اللي هي مش باينة عندي في الرسمة. طبعا هنا القوتين في اتجاه واحد، فالقوة المحصلة هتكون مجموعها 80 نيوتن. لو انا لاحظت كده ان القوتين في اتجاه واحد والقوتين في بعد واحد، لكن معظم حالاتنا الطبيعية وحياتنا الطبيعية ليست القوة جميعها في بعد واحد. فلو انا تصورت متسلق يتسلق صخرة، فهذا المتسلق بيقف على الصخرة، ففي قوة الوزن، وزن الشخص تؤثر إلى أسفل بسبب الجاذبية الأرضية، وفيه قوة دفع الصخرة لأعلى، وفيه قوة تمسكه بالشقوق والصدوع علشان يتسلق الصخرة. معنى ذلك إن القوة ليست هنا في بعد واحد وإنما في أبعاد متعددة أو في بعدين زي ما احنا شايفين. طب هنا عندي، لو كانت عندي القوتين في بعدين، عندي قوتين هم يا جماعة، قوة ب في الاتجاه الأفقي وقوة A في الاتجاه الرأسي. ازاي اجيب القوة المحصلة؟ هننزل كده تحت، هنعمل ايه؟ هحرك احد القوتين بحيث ان ذيل القوة الثانية يكون عند رأس القوة الاولى، فهي هتكون القوة المحصلة ايه؟ هتبقى زي ما احنا شايفين كده، هتبقى من بداية البي وهتنتهي عند الاي، يعني الخط اللي هو بيغلق المثلث، اللي هو الوتر المثلث، اللي هو يكون وتر المثلث زي ما احنا شايفين هنا. هي دي الوتر ده اللي احنا سمناه الحين، هو ده القوة المحصلة. ازاي نوجد القوة المحصلة؟ بنوجدها هنا يا جماعة عن طريق نظرية فيثاغورس. نظرية فيثاغورس هذه بتقول لي ايه؟ ان القوة المحصلة هنا هي تعتبر الوتر بتاع المثلث، فهنا القوة المحصلة اللي هي R أس 2 اللي هي مربع القوة المحصلة بتساوي مربع القوة الأولى A أس 2 زائد مربع القوة الثانية B أس 2. دي إذا كانت القوتين متعامدتين. طب معظم الحالات ما تكونش فيها القوة متعامدة، بتكون هنا القوتين بيناتهم زاوية. علشان أوجد القوة المحصلة في حالة في صفحة 133 يا جماعة عندني هو، علشان أوجد القوة المحصلة لما يكون فيه زاوية بين القوتين، عندي قانونين. القانون الأول اسمه قانون جيب التمام، والقانون الثاني اسمه قانون الجيب. بقول لي قانون جيب التمام بقول لي إيه؟ زي ما احنا شايفين، تحددوا معايا طلاب، بقول لي إن الـ R أس 2 اللي هي القوة المحصلة بتساوي A أس 2 اللي هي مربع القوة الأولى زاد B أس 2 اللي هي مربع القوة الثانية ناقص 2 ضرب A اللي هي القوة الأولى ضرب الـ A الـ B اللي هي القوة الثانية ضرب الكوزين سيتا اللي هي جيب تمام الزاوية المحصورة بين القوتين. ده قانون جيب التمام.
وغالبا هو ده اللي بنستخدمه لان هو ده قانون سهل. القانون الثاني هو قانون الجي اللي هو بيقول لي الار اللي هي القوه المحصله على الساين سيتا اللي هي طبعا سيتا زي ما قلنا اللي هي الزاويه المحصوره بين القوتين بتساوي الاي اللي هي القوه الاولى على الساين اي اللي هي الزاويه المقابله للقوه اي بتساوي في نفس الوقت البي على الساين اي الزاويه المقابله للقوه بي. الساين ده اللي هو ايه اللي هو جيب الزاويه اللي هو المقابل على الوتر لكن جيب التمام اللي هو المجاور على الوتر. عندي مثال نشوف كده المثال عندي في صفحه معايا 133 كده نقرا المثال. بقول لي اذا حتان الاولى 25 كيلومتر والثانيه 15 كيلومتر يحسب مقدار محصلتهما عندما تكون الزاويه بينهما 90 درجة وعندما تكون الزاوية 135 درجة. المعطيات اللي عطاني في المسألة عطاني القوة A أو إزاحتين اللي هي الـ A 25 كيلومتر والثانية 15 كيلومتر وعطاني الزوايا مرة الزاوية تكون 90 ومرة تكون الزاوية 135. هو عاوز إيه يا جماعة؟ عاوز مطلوبين. المطلوب الأول اللي هو القوة المحصلة لما يكونوا متعامدين و المطلوب الثاني اللي ايه القوة المحصلة او الازاحة المحصلة لما يكون بيناتهم زاوية 135. اولا عندما تكون المحصلة القوتين متعامدتين بنطبق على طول في نظرية فيثاغورس اللي هي بتقول ار اس 2 بتساوي اي اس 2 زائد بي اس 2 حيث الار اللي هي القوة المحصلة أو الإزاحة المحصلة والأي اللي هي الإزاحة الأولى والبي الإزاحة الثانية. إذن الأر بتساوي الجذر التربيعي للأي أس 2 زائد البي أس 2 لما أعوض بالأرقام هتطلع لي في النهاية 29 كيلو متر. ده كان المطلوب الأول. المطلوب الثاني لما تكون الزاوية بين المتجهين 135 درجة قلنا عندنا إيه؟ قانونين، قانون جيب التمام وقانون إيه الجيب اللي إحنا خدناهم في اول الصفحه. زي ما قلنا ان احنا بنطبق على طول في قانون جيب التمام لان هو الاسهل. بنقول ار اس 2 بتساوي اي اس 2 زائد بي اس 2 ناقص 2 ضرب اي بي كوزين سيتا. لما اعوض في الارقام بتاعتي هيطلع في النهايه 37 كيلو متر. ده كان مثال. طب عندي بعد كده يا شباب زي ما احنا شايفين ان ايه ممكن تكون القوه ليست افقيه وليست ايه عموديه. ايه هنا اللي القوه بتكون مائله بزاويه سيتا. وطبعا الزاويه سيتا هي الزاويه التي تصنعها القوه المحصله مع الاتجاه الافقي عكس عقارب ايه الساعه. عكس عقارب الساعه. لما تكون عندي قوه في اتجاه مائل بنحللها الى مركبتين. مركبة أفقية اللي هي زي ما احنا شايفين والمركبة الرأسية في الاتجاه واي. الأفقية في اتجاه الإكس والإيه والرأسية في الاتجاه واي. والعملية دي عملية تحليل تجزئة المتجه إلى مركبتيه تسمى تحليل المتجه. تسمى تحليل المتجه حددوا معانا اللي هو عملية تحليل المتجه اللي هو إيه عملية تجزئة المتجه إلى مركبتيه. طب إزاي نوجد؟ قال لي إن المركبة الأفقية AX زي ما احنا شايفين حددوا معايا بالضبط كده. المركبة الأفقية AX بتساوي الـ A كوزين سيتا. يعني المركبة الأفقية بتساوي القوة المحصلة ضرب جيب تمام زاوية سيتا. المركبة الرأسية AY بتساوي A ساين سيتا اللي هو يعني المركبة الرأسية بتساوي القوة المحصلة ضرب جيب الزاوية. جيب ايه الزاوية. ده بالنسبة ازاي احلل القوة لما تكون مائلة الى افقية ورأسية. افقية يبقى استخدم القوزين. الرأسية استخدم ايه الصين. طب ازاي اوجد الزاوية المتجه المحصل. زاوية ايه المتجه المحصل اللي هي سيتا بتساوي تان ماينس 1 ار واي على ار اكس.
يعني بتساوي أي أن زاوية المتجه المحصل تساوي الظل العكسي لخارج قسمة المركبة لأعلى اللي هي المركبة الرأسية مقسومة على المركبة إكس اللي هي المتجه الأفقية. والسيتا دي لو كانت موجبة طلعت موجبة هتكون من 0 إلى 90، لو طلع عندي سالب يبقى من سالب 90 إلى 0. هذا وبالله التوفيق، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم دقيقة؟